اليوم في الشارع العراقي والجيل الجديد، جيل الشباب والطاقات الشبابية والكفاءات العراقية اللي يبحثون أو البحث مستمر عن شفاء لهذا الوطن، الوطن الجريح، الوطن اللي أنهك الفساد وأيضا المحسوبية. وجيل على سبيل المثال ما يطلق الآن في الشارع العراقي من ثورة، ثورة تشرين 25 من أكتوبر، أو انتفاضة العراق بحثا عن التغيير أو بحثا عن وطن أو بحث عن أحلام مسروقة. 16 عاما مضت والشارع العراقي يبحث عن التغيير والأمل مستمر بمستقبل أفضل، فهل يتحقق التغيير في ظل هذه الجهود والجيل الشبابي والطاقات الشبابية المتواجدة والمستمرة الثائرة في الشارع العراقي، إذا كان في ساحة التحرير، إذا كان في ساحة النسور أو في أي محافظة عراقية كانت، مستمرين بمطالبهم بعدما كانت مطالبهم البحث عن فرصة عمل، البحث عن أيضا مستقبل، البحث عن حلم ضائع، البحث عن استحقاقات مسروقة. اليوم الجميع يبحث عن وطن، فهل يتمكن هذا الجيل وسط التفاف شعبي وتضامن كبير من قبل الشارع العراقي لهذه التظاهرات بدعمهم بالمواد الغذائية والمياه وكل ما يلزم لاستمرار هذه التظاهرات بسلمية وشعبية وعفوية واضحة في التحرير وفي جميع المحافظات العراقية وبمشاركة النساء ودور الفاعل للمرأة العراقية؟ هل تتمكن هذه التظاهرات من التغيير نحو الأفضل وبما يطمح إلى الشارع العراقي؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونوه بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على عنوان الحلقة المرفق في صفحة أغلبية أسامي عبر الفيسبوك، وإمكانكم أيضا إرسال آرائكم ومقترحاتكم من خلال الرسائل الخاصة عبر صفحة البرنامج أغلبية صامتة، وأيضا بإمكانكم التعليق على عنوان الحلقة المرفق عبر تويتر، وللمشاركة والاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة والإرسال آرائكم ومقترحاتكم وقصصكم ومشاكلكم والصور ومقاطع الفيديو بالتواصل عبر التليجرام، وكذلك بإمكانكم المشاركة بآرائكم ومشاهدة البث المباشر عبر صفحة أغلبية صامتة وصفحة تلفزيون الشرقية. اليوم جيل الشباب أمام معركة غير متكافئة، معركة إثبات وثبات ومعركة إثبات الوجود، أما أنتم أو نحن بمعركة غير متكافئة ما بين سلمية وحمل فقط العلم العراقي وسط إجراءات أمنية مكثفة وأيضا بقوات حفظ القانون وقوات الجيش المستمرة بتواجدها في المحافظات والعاصمة بغداد. اليوم برسالة من الشاب العراقي بأيضا يعني صورة
للكرامة وصورة أيضا للغيرة والشهامة وصورة أيضا للحب للوطن من الشباب من النساء العراقيات. اليوم من أيضا أصحاب وسواق التيك توك وسط العاصمة بغداد، يعني التاريخ سيسجل بهذه الوقفة بالتضامن بالتكاتف بالثبات للبحث عن وطن، للبحث عن أحلام مسروقة، للبحث عن جيل كان ضائع خلال 16 عاما، أيضا قدم ما عجز عنه الأجيال السابقة بهذه الوقفة بالسلمية بالعفوية. أيضا نشدد يعني اليوم ننوه أيضا يعني بعض الحالات اللي شاهدناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا ما تم بثه من خلال الفضائيات من حرق وأيضا لبعض الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو دوائر المحافظة. فهذه الممتلكات هي ملك للشعب، ملك لهذا البلد، ليس لحكومة سابقة أو حكومة لاحقة أو محافظ حالي أو محافظ سابق، لأن إعادة أعمار هذه المباني إذا كانت دوائر المحافظات أو المؤسسات في كل محافظة عراقية هي راح تكون من مبالغ المالية ستستقطع مني ومنك ومن هذا البلد لإعادة ترميمها. نشدد على سلمية التظاهر وأيضا سلمية الاعتصام والثورة وأيا كانت المسمى، فبالتالي النتيجة واحدة هي استعادة الوطن، وأيضا مستمرين بأيضا كما اسمها الشارع العراقي بثورة أكتوبر أو ثورة الشباب. نتمنى بأنه ما نعطي مجال لهذه التظاهرات أو لهذه الثروة بأنه تنحرف عن مسارها، تستمر بسلميتها لحين تحقيق المطالب، وأيضا حتى لا تذهب أرواح وأيضا دماء الضحايا في معبر الريح. عندنا اتصال من بغداد أو من النجف، عفوا أبو محمد. مساء الخير أبو محمد. مساء الخير، مساء الأنوار، وحي قناة الشرقية. تحياتنا لك أبو محمد على هذا البرنامج. نعم سيدي الفاضل، أروع ما ابتدأت به هي لقطة بشيد موطني موطني هالعراق. نعم. هذا الشباب الجيل الواعد الصاعد يتمنى أن يرى موطن عراقي صحيح. نعم. هؤلاء هم النخبة الحقيقية للمستقبل. نعم. هؤلاء هم من سيكونون عضداً للأخوة المعتصمين. نعم. في ساحة التحرير وبقية المحافظات، فتحية لهم. أرجو من كل المحافظات. نعم. الطلاب الجامعيين. نعم. والمدارس أن يصرخوا هذه الصرخة بهتاف واحد وبنسق واحد، والمحافظة على سلمية الاعتصام. نعم. وحتى نفوت الفرصة على كل من يريد أن يغير هذا المسار. نعم. أما بالنسبة إلى محافظة النجف، لا زال المعتصمون في ساحة الصدرين أمام مجلس محافظة النجف وأمام محافظة النجف، وعلقت. نعم. اللافتات أغلقت بأمر من الشعب. نعم. وإن شاء الله ستكون هناك يوم غد وقفة اعتصام أمام الدوائر دون المساس بالممتلكات العامة. نعم. والخاصة للمحافظة على سلمية المظاهرات. نعم. وتفويت الفرصة على من يقول هناك مجسمين. بالله عليك يا أستاذ الفاضل، هذه الطلاب في ريعان الشباب مواليد 1990 و 91 إلى وأنت صاعد. طيب. ماذا يعرفون؟ يعني الأغلبية أو الأكثرية في هذه التظاهرات يعني ما بين 15 سنة والثلاثين وأكبر، ولكن الأغلبية أو العدد الكبير من الشرائح أو من شريحة الشباب المشاركين في هذه التظاهرات اليوم. برسالة من الشاب العراقي يقول أنا اللي يعني اليوم واجهت انتقادات سابقة كثيرة، ضيقت الخناق علي من قطع الانترنت، من حرماننا من الألعاب، من ملاحقتنا لشعرنا الطويل أو للشورتات، واليوم نشوف صورة مختلفة للشاب العراقي. نعم أستاذ. نعم. الفاضل، أستاذ الفاضل، بالنسبة إلى الطلاب الجامعة. نعم. وطلاب المدارس حرموا من أبسط حقوقهم في التعليم. نعم. التعليم إلى الهاوية. نعم. التعليم في العراق أصبح صفر وحسب المنظمات الدولية. نعم. الطفل العراقي، الشاب العراقي الآن يتطلع إلى بقية الدول كيف. نعم. يعامل الطالب، كيف يعامل
طالب الجامعة. هذا كل قطع الانترنت أو هذا حروب فاشلة. أنا أنطي مجال لحرية التعبير، تكميم الأفواه، هذا فشل، هذا جبن، هذا خوف من صوت الحق. هذا خوف من صوت الحق. لأنهم منهزمون، لأنهم مفلسون، ليس لهم قاعدة الآن بعد في العراق. انتهى أمرهم. تحياتنا لك ولهاري النجف، ونشكر مشاركتك واتصالك. نأخذ اتصال آخر. أحمد من البصرة، مساء الخير أحمد، أو عفوا أبو أحمد، مساء الخير أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي رحمة لوالدتكم، ورحموا هاي العالم، رحموا هاي الشباب، جاي تروح الحكومة هاي شنو نايمة؟ شنو هل 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 بلوى هاي طاحت علينا؟ الله أكبر، بس أقول الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. جاي تروح شباب بالآلاف، والله بالآلاف، بالمئات قصدي، بالمئات جاي تروح شباب. ليش هيك يعني؟ ليش هيك؟ وهاي مطنش الحكومة، ليش هيك؟ ليش هيك؟ أبتعرف شنو السبب يعني؟ شنو السبب؟ واحد انقتل من العمارة من من جهة قلبه والدنيا، وهاي الشباب كلها جاي تروح. طيب. وما حد بحاله، ما حد بحاله، يعني ما أدري شنو من حكومة. طيب. والله ما أدري من شنو. أبو أحمد، اليوم هذه الثورة، واليوم التواجد أو الانتفاضة أو التظاهرة أو الاحتجاج، اليوم يعني هم مو الهدف منها أو مو على عداء مع أي جهة كانت أو مع الحكومة الحالية أو مع رئيس مجلس النواب أو مع رئيس مجلس الوزراء شخصيا، ولكن اليوم لمدة عام كامل لم يلتمس المواطن شيء أو إصلاحات أو دعم أو تغيير ملحوظ في العراق، كذلك بأنه تراكمات طيلة 16 سنة اللي مضت لنشوف هذا 17 سنة. ما مسوين أي شيء أستاذ العزيز، صار لهم 17 سنة ما مسوين أي شيء، هاي تراكمات كلها كلها. انتفض الشعب، انتفض الشعب وهي سلمية بالمية بالمية، بس أكو جماعة جاي يدخلون مندسين. يا أخي أنتم حكومة، طلعوا المندس، طلعوا أنتم حكومة صدقون، مو المتظاهر يطلع المندس. صح لهم مو صح؟ يا أخي رحموها، والله رحموها، يعني العالم هاي الأبرياء جاي تروح، هالشباب هاي الورود جاي تروح، والله جريمة، والله جريمة بحق الإنسانية، جريمة. زين حقوق الإنسان وين؟ حقوق الإنسان وين؟ الضيم وين يعني؟ ما أدري والله، شحش والله، ملينا ملينا ملينا. احنا نشدد، نعم أبو أحمد، احنا نشدد على سلمية التظاهر حتى لا نعطي مجال لبعض الجهات بأنه تعتدي أو تعطي مبرر صوتك بضرب والاعتداء على المتظاهرين السلميين اللي اكتفوا برفع العلم العراقي وسط ساحة التحرير، وسط مثل ما نتابع أمامنا متابعينا الكرام. نشكر مشاركتك واتصالك أبو أحمد. خلينا نشوف هذه الصورة اليوم من العاصمة بغداد، بعد ما خرج طلبة الجامعة وطلاب المدارس في العاصمة بغداد وفي المحافظات العراقية بصورة عامة، تضامنا مع الشباب العراقي، تضامنا مع من خرج بحثا عن ما فقد من هذا البلد طيلة 16 سنة اللي مضت، تضامنا مع المرأة العراقية الصابرة المعطاء كل المجتمع، مستمرة بعطائها لهذا البلد، مستمرة بعطائها لهذه الأجيال الشبابية. تظاهرات أيضا ووقفة سلمية، والحديث باستمرارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص الطلبة للأيام القادمة حتى نيل الحقوق، مثل ما نتابع متابعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، أمامكم هذه اللقطات من العاصمة بغداد، فلنتابع. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. عندنا اتصال ايضا من العاصمه بغداد. احمد، مساء الخير احمد. عزيزي استاذ، السلام عليكم. تحياتنا لك.
نعم احمد الهواء لك. حضرتكم الله بالخير حبيبي، مساء الخير عليكم، مساء النور على الشعب العراقي، على الانتفاضه الجميله، نعم، على كادر الشرقية المحترم، نعم. عزيزي استاذ الغالي، نعم، اولا نطالب بالسلميه بالمظاهرات، ثانيا نطالب الحكومه العراقيه المحترمه انه تلبي طلبات هاي الناس اللي والله العظيم والله العظيم الناس قوة حتاكل، نعم، ملياراتهم وصلت إلى سويسرا وإلى غير سويسرا، نعم، وإحنا العراقيين مشكلتنا أنه قوة نمشيها اليوم باليوم بزين. فيا عزيزي الشعب العراقي انتخب هاي الحكومة صح؟ طيب يا عزيزي هسه الشعب العراقي ما يريدهم، يعني خلي يصير عندهم كرامة بزين، فديوم من الأيام خلي يصير عند أي مسؤول من العراقيين كرامة، نعم، ويقول يا بااني الشعب العراقي هو اختارني انا حدا مريد، يعني شنو هذا الكرسي؟ لانه ملياراتهم وصلت لخارج الدول، احمد، لانه ابنائهم يصعدون سيارات من ذهب، نعم احمد. شفنا خلال الايام القليله الماضيه لعدد من الاصلاحات الحكوميه، ثلاث حزام اصلاحيه، وفي التصريح الاخير ايضا او الكلمه الاخيره لرئيس الوزراء العراقي ايضا كان هناك عدد من النقاط الإصلاحية أو الوعود أو بالمرحلة. عزيزي عزيزي الله يحفظك الله يحفظك. المتوازين بالشارع ما مقتنعين بالحزم الإصلاحية أو من الصعوب تنفيذها في وقت قياسي، اليوم يبحثون عن التغيير. أستاذ الغالي أستاذ الغالي بس رخصت شوية. نعم. الثقة بين الحكومة العراقية والشعب العراقية معدومة بتاتا، معدومة. ماكو حقيقة، مجرد إنه إعلام، مجرد إنه يطلعون بالتلفاز إنه يحشون كذا بند وكذا. التعيينات للاحزاب السياسيه، يعني اليوم ابو الحزب الفلاني له هلقد حصه، لازم ابو الحزب الفلاني له هلقد حصه، لازم ابو الحزب الفلاني له هلقد حصه، زين وهاي الناس، زين وهاي الناس الفقراء، يعني شلون احنا يا اما ننتمي لحزب ما يا اما انه نقعد بالبيت ونسكت؟ طيب يا عزيزي الله يخليك، الله يخلي الجميع ان شاء الله، الله يحفظ هاي الناس، يعني الله يحفظ هاي المتظاهرين، نعم. الله يحفظهم صغار وكبار، نساء، شيوخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يديم هذه النعمة العراق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيل هذه الغمة عن هذا البلد العظيم اللي عانى ما عانى من ويلات، نعم. من ذاك النظام إلى هذا النظام، نعم. شنو اللي سووهم أصلاً؟ ما سووا شيء حالياً، هاي صار 16 سنة ما سووا شارع، ما سووا جسر، واللي قبلهم كاتل الجوع، الحل شنو؟ اليوم الشارع العراقي تم الخير بهذه الجهود الشبابية والطاقات الشبابية والغيرة الشبابية، اليوم اللي نشوفه مثل ما نتابع هذه اللقطات من يوم أمس وأيضا البعض منها من ساحة التحرير وبعض المناطق والمحافظات العراقية. ناخذ اتصال آخر. زين عزيز أستاذ، أستاذ بلا زحمة الله يخليك، نعم، دخول داعش بالعراق وسبايكر وكذا ألف يقتل بسبايكر، نعم، لازم حتي، نعم، حاليا الحكومة العراقية تقتل كذا ألف وتجرح كذا ألف، ترى كلاهما عملة واحدة. نعم. اليوم يعني المواطن العراقي يعني واعي بمتزن مثقف، جميع المحاولات إذا كانت تفريق التظاهرة قمعها، يعني اليوم نشوف ملاحقات مستمرة، اعتقالات، ولكن الشارع العراقي عنده كم أو حصاد تجارب طيلة 16 سنة الماضية، فبالتالي هو مدرك بحجم المخاطر وأيضا بالإجراءات الحكومية أو الجهات الأخرى اللي دا تحاول فض هذا الاعتصام بكل شكل من الأشكال. عندنا اتصال آخر، أبو أركان من الموصل، مساء الخير أبو أركان. مرحبا أستاذ عمر، تحياتنا لك. تحياتي لك والكادر، نعم، والأخ الكبير للعراقيين الأستاذ مدير، نعم، القناة اللي وقف للدنيا، والاخت اللي وزعت خبز، والله هذا موقف قام يبكينا والله العظيم، والله السيد البزاز يعني بالفعل انسان هذا انساني، نعم، والله العظيم هذا واجبنا يا مقترح، نعم، للسيد رئيس الوزراء المحترم، نعم، اولا اطلاق فلفل الزواج لجميع الشباب، طيب، ثانيا اسمح لي استاذ عمر الله يخليك، ثانيا هوالك توزيع البطاقه التموينيه مجانا على الشعب العراقي، هذا شيء ملموس، نعم، وزيد الحصه لابناء الشعب، نعم، ثالثا توزيع النفط مجانا، نحن بلد نفطي يا استاذ عمر، طيب،
خلي يوزع النفط، هاي حلول ملموسة يعني، مو ينتظر راتب 130 والله عيب هذا 130. إلى متى؟ كافي الشعب العراقي جاء. كافي. أتمنى أنه يتكاتفون الجيش مع المظاهرين، لأن هذا الجيش الواقف ترى هذا ابن عمه وأخوه جيرانه بالمنطقة ما يطلق الرصاص عليه. يعني كافي يا أستاذ عمر، الشعب العراقي عانى ما عانى من حروب إيران وحرب أمريكا، يعني كافي خلي الشعب يعيش، مو كافي حروبات. لا نخلي دول الجوار تدخل بيناتنا وتسوي فتن. يعني إلى متى؟ أتمنى أنه بالفعل يكتب على الراية العراقية الله أكبر العراقي أولا. الله أكبر العراقي أولا. كافي يجينا الغريب ويجينا من غير بلد. يعني أتمنى أنه تنحل هذا. إحنا نبكي والله يومية، إحنا من الموصل نبكي على الجرحى ونبكي على الشهداء، والله يرحم الشهداء، الله يرحم الاثنين يعني. بس ما نقبل أحد يعتدي. ونشكر قناتكم ونشكرك يا أستاذ عمر، تحياتنا لك ونشكر متابعتك. يعني إنسان راقي هذا البرنامج اللي يعني ما تقدم صوتنا، يعني نشكرك. نتمنى القادم أفضل للجميع إذا كان في الموصل وإذا كان في البصرة. تعقيبا على كلامك أبو أركان، يعني ذكرت بأنه تزويج الشباب أو ببطاقة تمونية بأن تكون بالمجان، يعني اليوم لو نجي 130 أو 140 أو 175 ألف ما راح تقدر تخفض من نسبة الفقر في العراق، وما راح تقدر تعيل الشاب حتى وإن تم تزويج الشاب بالمجان أو على حساب الدولة. طيب الشاب من شو راح يقدر المرحلة اللي بعدها؟ شلون راح يقدر بأنه يعين نفسه ويعين عائلته؟ اليوم الشاب العراقي مو بحاجة إلى مبالغ مالية 130 و 170 ألف أو حتى بتزويجه أو حتى بطاقة تمونية. اليوم المطالب أوسع من هذا الشيء يا أركان. اليوم الشاب العراقي واقف في ساحة التحرير دا يتحمل القنابل الدخانية، دا يتحمل الغازات المسيلة للدموع يستنشقها، ودا يتعرض للإصابات وإلى الكثير من التضييق والمشاكل داخل ساحة التحرير في سبيل بأنه في القريب العاجل بأنه يتنفس الحرية في وطن حر مستقل يعيش فيه بكرامة. عندنا اتصال آخر. هودة من النجف، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أخت هدى الهواء، ليش أنت على الهواء مباشرة إذا قريبة من التلفزيون؟ نصيري صوت التلفزيون. السلام عليكم. اسمعيني عن طريق الهاتف. تحياتنا ليش لهالي النجف. نعم أنت على الهواء مباشرة. أنا اللي أقوله خلص خلي يطلعون زين، إذا يروح شهيد واحد من عندنا جاي نقطع عشرة. زين، وعلى استعداد نطي بعض الشهداء للعراق. خلاص خلي يطلعون صرعتهم كرامة. يطلعون من العراق. زين، ملينا من عندهم الظلم مالتهم، ملينا من التحزب اللي جاي يصير على هذا البلد. زين، والظلم اللي بيصير. أنا زوجي شهيد صار لي 6 سنوات. زين، كل حقوق مائلي. زين، وأنا قايدة عائلتي. خلاص خلي يطلعون، وما حد تكباب وما حد يجاني لا من الأحزاب. زين، ولا جاني واحد من الحكومة. زين، خلاص خلي يصير عندهم كرامة ويطلعون. إحنا نريد بلد مسالم نعيش بيه حالنا حال أي دولة مستقرة وعايشة حياتها. كافي بس الأولادهم والأبناءهم والنساءهم والنفسهم ودا يسافرون يسافرون بالسياج بغير بلدان. خلاص خلي يطلعون يكفونا شرهم. كافي بعد ملينا التجمعات، هذا المجمع السكني ما نقدر إحنا ناخذ فيه بيد إلا موظف، لو تجارهم لو هم العملاء نفسية يشتغلون على هذا الموضوع. ملينا، إحنا نريد نعيش البلد مسالم، نريد نعيش حالنا حال كل اللي عايشين بلدانهم مسالمين. خلاص ملينا من عندهم. كافي ما يحسون على نفسهم ما عندهم كرامة. خلي يطلعون من بلدنا ويشوفون شرهم. كافي الأحزاب مرتزقين ببلدنا، ما نعرف شو اللي يصير ما يصير علينا. هالأولاد هاي اللي تموت ما يخافون من الله. لأم هذا الموقف يقبل عليها؟ لا ما يقبل عليها. خلاص خلي يطلعون. خلينا جزعنا، نريد نعيش ببلد مسالم حالنا حال أي بلدان. اللي مثلنا عايش شيء. إحنا بلد الخير، إحنا بلد الخير، هذا اللي نقدر بينا كلنا. يعني اليوم أخت هدى، أخت هدى اليوم ده نشوف بين إعلان الاعتصام لعدد من الجامعات العراقية في العاصمة بغداد. أنا أصلا حتى دوام ماكو، نروح دوام على كل شيء. زين، حالنا حالهم. زين، كافعات ما ملوا مجزعوا. يا اللي إجوا مال سبايكار لعبوا فينا لعب شهداء مال داعش، لعبوا فينا لعب. كافي بعد ملينا ملينا. وإذا يقولوا اللي... طيب. أنا جفية أخت هدى، ماكو لا فرق لا سني ولا سني. أريد نعيش بلد مسالم. اليوم 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 الجميع واقف بالشارع منتفض معتصم بدون مسميات، ايد وحده، شعب واحد.
بعيد عن التفرقة، بعيد عن المسميات السابقة. اليوم الرصاصة أو القنبلة الدخانية ما تفرق بين مواطن ومواطن عراقي آخر. أخو تودا شفنا دور للمرأة العراقية. يروح شهيد. نعم. والله يروح شهيد واحد. نعم. نطلع عشرة. نعم. نطلع وراه. طيب. والله يروح شهيد واحد نطلع عشرة. طيب. نخلص ريال جيد. أخو تودا أنا سمعي لي حتى نطي مجال للمنتصرين الآخرين. أخو تودا. أخو نمط هذا البلد. نعم. كتنا لهم صار اثنين منطقوا صدام لحد الآن إحنا الساكتين. نعم. كل حقوقنا مسلوبة. كل حقوقنا مسلوبة. حق النفط وين مالتنا؟ الأطباء مالتنا وين؟ مستشفياتنا وين؟ ما تدش بالبلدان طيب. خارج البلد رحت لبنان. والله لو شوف المواطن العراقي هناك بس تجي عادي مريضة. ليش هالأهاين هاي؟ احنا مهانين بكل البلدان. ليش اللي جاي يصير فينا؟ ليش يصير فينا هذا كله بسببهم هم؟ هم مسوينا تقدير المواطن العراقي، ما مسوينا احترام أمام البلدان. كاتب خي يطلعون خي يكفون شرهم. احنا ما نريدهم بعد. طيب. احنا نريد نعيش بلد مسالم، نريد واحد يحكمنا عنده غيره، عنده وطنيه. كانت الاحزاب هاي دمرتنا، نفسهم اللي يحاربوننا، جابوا السجن كلها، كانت خلاص بعد، احنا لا نريدهم، ونريد وجودهم في حياتنا نهائي. نعم. يا ريت نعيش مسالمين، حالنا حال اي بلد مستقر وقاعد، نريد نعيش في دوله فيها استقرار، احنا كل استقرار ما عندنا، ما حد مأمن على نفسه، كافي. كافي ما يصير هيجي، ما يخافون على هاي الناس اللي انت تروح هاي خطية. نعم. كسان قلب الأب شنو؟ دعاء الزوجة شنو؟ دعاء الأخت شنو؟ كافي فكوا يا قبل عندنا وطلعوا بكرامتكم أطلعوا زيان. احنا منا ومن نتوقف على المتظاهرات. أخت هدى، أخت هدى تسمعيني؟ طيب 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 أخت هدى سؤال أخير إذا تسمحي لي. إذا تسمحي لي اليوم في بغداد في بعض المحافظات شفنا اكو دور للمرأة العراقية بمشاندتها بوقوفها مع اخوتها المتظاهرين تواجدها في ساحة التحرير. اخوتي المرأة العراقية في النجف شنو الصورة؟ غيورة. اسمعني المرأة العراقية غيورة وتحملت الضيق والحروب كلها على راسها. اللي ما مطيع زوجها الشهيد مطيع اخوها، واللي ما مطيع اخوها مطيع خالها، واللي ما مطيع خالها مطيع عمها. يعني المرأة العراقية تحملت دماء بيبي كفاية كافي بعد خلاص. احنا نريد نعيش مسالمين لاجل اولادنا اللي جايين قادمين كافي بعد. احنا شفناها من 91 لحد الان ايش حصلنا؟ شنو اللي حصلناه؟ شنو اللي حصلناه؟ اكو بس مستشفى اكو علاج كامل؟ لو اكو بشي كامل؟ ماكو شيء ماكو شيء فيه. مدارسنا كلها صارت اهمية، حتى المدارس الحكومية بعد ما حد يعترف فيها كلها سبب الفساد. كلها صار فلوس نعم. تحياتنا لك اخت هدى ولأهالي النجف ونشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال اخر من العاصمه بغداد. بلال مساء الخير. بلال نصلي صوت التلفزيون اسمعني عن طريق نعم. الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال. تحياتنا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. اقول اريد بس اقول لك يعني احكاي على المود في هاي المظاهرات. نعم. ترى يعني مو يعني الحكومه حتى لو راحت انقالت الوزراء راحوا انقالوا بس تبقى هي المشكله بالاحزاب اللي حاكمه. يعني نعم. نفس الشيء اذا تغيرت الحكومه راح هم يجيبون حكومه طيب. غيرها تابعه لهاي الاحزاب. يعني شنو الحل او شنو المهم؟ تغيير جذري كامل من الاحزاب هي نفسها نعم. اللي حاكمه، واللي كل حزب عنده 6-7 وزارات. يعني شنو الحل اذا راح عادل عبد المهدي او اذا غير عادل عبد المهدي؟ بس راح يتبدل القاط والشكل. زين. اليوم 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 الشارع نعم. العراقي اليوم المتظاهرين الموجودين في سلاحة التحرير هم رافضين يعني كل المسميات الشعب. كل المنتفع طيله 16 سنة الماضية بأنه حتى أن يعني حكومة تصريف أعمال أو انتخابات في وقت قريب ما يريد الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية. يعني اليوم المواطن يقول لك أنا من نبحث عن وطن بأنه أنا حقوقي ما مقتصرة على راتب أو وظيفة والله أو قطعة قاع. أنا البارحة كنت في سلاحة التحرير. نعم. يا أخي هذول يعني يقولون انه مندسين والله غير اللفات الاكل وال والشاي والدبس اللي يوزعونه وما حد شايل كل شيء بيده غير شايل بس العلم العراقي. نعم. يا بيريدون وطن. يعني شنو هذا ذنب الشاب؟ انا والله كبير يعني موظف بس ذولا خطيه شنو ذنبهم؟ طيب. والله العظيم
شباب بعمر الولد عمر الولد قاعد يعني ما عنده شغل وعمل هنا هسه بالمنطقه يا تسلي يقول لك ما عندي يريد يشتري بدي هذا البدي 5000 دينار ما عنده امكانيه وابو او ام ما يقدرون يوفروا له كل شيء لانه بس على العيشه مالته. حضرتك كموظف في مؤسسة معينة في الدولة شفنا اليوم بأنه مساندة وتضامن الطلاب إذا كانوا بالثانويات إذا كانوا في المرحلة الجامعية أعلنوا عن اعتصامهم ومساندتهم للمنتفضين في ساحة التحرر في المحافظات العراقية. راح نشهد في الأيام القادمة وقفة جادة من قبل الموظفين باعتصامهم. هاي هاي الخطوة إذا خطوة الموظفين وخطوها الباقي مثل ما حذر حذر الطلاب يعني حتى لو احنا نخسر النفس شهر الراتب او شهرين بس نربح كثير بعد نربح هواية يعني بالسنين القادمة نربح الجهان نربح المستقبل اطفالنا يعني هاي اطفالنا ظل هيك احنا جبناها من الحروب ما شفنا لا نظام صدام ولا هذا النظام ولا غير نظام هاي من 79 ولحد هسه العراقي ما مرتاح مهجول متطشر من حرب الحرب من تهجير التهجير يعني باقي الدول يعني ما متمتعين بنفطهم ومتمتعين بأموالهم احنا ليش هيك احنا يعني صار علينا النفط هذا نقمة مو نعمة يعني هسه احنا الموظفين ان شاء الله بلكي الله هم اليوم نطلع او باشر نسوي اعتصامات راسا راح يعني تنهار. احنا مستمرين بتغطيتنا وياكم في الايام القادمه وتحياتنا لك ولاهالي بغداد ونشكر مشاركتك واتصالك من كربلاء. علي مساء الخير. علي السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ؟ تحياتنا لك. الله يحفظك رحم الله والديك. استاذ تعبنا جزعنا ولعبت ارواحنا ملينا شباب عاطي شباب ما عنده شغل شباب يتظاهر بالسلميه ويركضون وراه شباب يعني البارحه بالقران الشريف الساعه بالوحده بالليل اجونا بالهمرات كربلاء احنا طشرونا بدون اي سبب بدون اي مقابل لا مسوي لهم شيء لا معترضين عليهم شيوهم ناس سلميين مظاهرات سلميه شعب مل شعب تعب من الاحزاب اللي فرهدت العراق اليوم لا تلحد والله تبهذلنا والله العظيم قطعنا الدواء. شنو الشعارات اللي اذا تحملوها في محافظه كربلاء؟ رئيس المسؤول كربلاء البارحه بس محافظه كربلاء نعلق اغويته هاي لا اكثر ولا اقل هجموا علي طشر ضرب علي انا ما تعرف شو ما في دولية دردنا للبيت الله وكيف قوة خلصنا روحنا اعتقالات ما تعرفين اللي جاي يصير ثق بمحمد احنا لاقي ابو الحرس وطني ابو وزارة الدفاع عن حاجي يقول والله مو ايرانيين بالمحافظة مو عراقيين بالمحافظة ثق برسول الله شو المن نشتكي المن القضاء اليوم اللي جاي يصدر بالاعتقالات القضاء اللي جاي يصدر اليوم بالاعدامات المن نشتكي المن نروح وين نروح احنا نريد واحد ابن مليان احنا نتمنى من القوات الامنيه الموجوده في كربلاء القوات اللي ايضا القوات الامنيه ما توقفوا يعني المرجعيه ما وقفوا يعني زين المن نروح انا اروح اليوم منو ويا الشعب منو واقف ويا الشعب اليوم والله شباب بريء كل شو ما غياب اعضاء محافظه كربلاء ولا واحد شريف شريف طلع ووقف قال اشتردون تبقى برسول الله شاردين ومو بجوتهم اصلا طيب ليش المن نروح احنا لعسهم المن قاعدين يعني البارحه ورا رفع حظر التجوال في كربلاء يعني رجعت التظاهرات رجعت المواطنين نزلوا للشارع مستمره التظاهرات في كربلاء راح تتوقف لفتره معينه خصوصا مع الزياره القادمه لوفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم مستمرين بتظاهراتكم مستمرين بشعاراتكم مستمرين بالمظاهرات ومظاهرات سلمية وكل شو ما عدنا غير علم العراق ندافع به والله وكتبه ورسله ما نقعد عد أهلنا إلى ما نشمرهم ورا الشيطان زين لأن تعبنا هذا الشعب 15-16 سنة صار له فلا واحد اللي دافع له ولا واحد يحكي باسم شعب كلها تحكي باسم مصالح كلها تحكي باسم أحزاب كلها تحكي باسم فلوس ما يفكر بينا ولا واحد يسأل علينا. تحياتنا لك علي ولأهالي كربلاء نشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال آخر محمود من بغداد. مساء الخير محمود. السلام عليكم. عليكم السلام.
شلونك استاذ شرف؟ تحياتنا لك. الله يحفظك الله يخليك استاذ. احنا بالنسبه على مود المظاهرات والاحزاب، الاحزاب اللي لتحكم البلد، نعم الاحزاب حاليا اللي تحكم البلد ترى هي اللي خراب ودمار البلد اللي كلها جايه زي. من وراء الحدود خاصه ايران، هاي طبعا كلنا نعرف بيها. طيب واللي حاليا المستفاد من هذا الشيء هم الاحزاب هم نفسهم، واللي شعب هسه اللي طلع وانتفض خاصه نعم. في اهالي كربلاء واهالي نجف الابطال الشرفاء الغياره اللي قاموا يمزقون الصور خامنئي نعم. وكل التبعيه اللي جايين من ظهر الحدود، هاي شغله. شغله ثانيه يقولون انه اكو دعم من اسرائيل وامريكا المظاهرات. طيب. انت طبعا حضرتك لتشوف بعينك ولتشوف الصور ولتشوف العالم اللي دي يطلع اكل ودي يروح يجيب مي ودي يروح ساحه التحرير ودي يقدمون، بس انا اريد افتهم نعم. اقولهم هاي شلون صارت من 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 طلعت من امريكا واسرائيل واللي تجينا من خارج البلد، بس اريد اقولهم هذا الموضوع كافي ولهنا وبس. الشعر الشعب صار بعد ماكو انتهت. خلي يحترمون نفسهم ويرجعون من ما كانوا، وخلي هو الشعب اللي هم يحكم مو هذول اللي كلهم جونا من وراء 2003 على دبابات الأمريكية وغيرها. تحياتنا لك أخ محمود من بغداد، ونشكر مشاركتك واتصالك. الحكي هواية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التشكيك بهذه التظاهرات وبسلميتها، ولكن يعني اليوم اللي دا نشوفه من الالتزام من بين الشعب اليوم دا يساند نفسه، يعني حقيقة يعني ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يعني نفتخر بالالتزام بالسلمية بالتكاتف بالمساندة بالنساء العراقيات اللي مستمرة بعطائها، بالشباب اللي فتح صدره واللي دا يضحي بترك أهله واللي دا يترك مستقبله واللي دا يقدم دمه فداء لهذا الوطن في سبيل بأنه 39 مليون نسمة تعيش مستقبل أفضل. أبو رقية من النجف مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ تحياتنا لك. العفو بالنسبة للتظاهرات، أنا متظاهر من النجف. نعم. والنجف أثبتت افضل محافظه بالنجف، افضل محافظه بالعراق هي النجف بالاعتصام. طيب. والمظاهرات. نعم. مظاهراتنا راح تصير سلميه، وبالسلميه راح نشلع الفاسدين. نعم. ولا احزاب تبقى، هذه الحكومه اثبتت فسادها مده 16 سنه احنا متعذبين. نعم. لا ناس عندها تسكن، لا ناس عندها تاكل. زين احنا شعب مظلوم يا اخي، احنا شعب مظلوم من ذاك الوقت لهذا الوقت. نظام البعث راحت شبابنا كلها، بهذا النظام راح شبابنا كلها. نعم. احنا نريد حل جذري، تغيير الحكومه هي واحزابها. نريد حكومه نظيفه، عفيفه، نظيفه، شريفه. زين. تقودنا، تحكمنا. المسؤول. طيب. المسؤول انخلق لكي يخدمني، مو يضطهدني. زين. مو يدمرني، مو يدمر حياتي. زين اخي، وانا اشكركم لاتاحه الفرصه. تحياتنا لك، نشكر مشاركتك واتصالك. وتوصلنا ايضا يعني بعض الاخبار والصور حاليا من عدد من المحافظات، وهناك عدد ايضا من يمنع الطلاب من الاعتصام او مسانده المتظاهرين بحسب ما وصلنا. نتمنى ايضا بانه ذكر المحافظه بانه الاعتداء على طالب او طلاب المدرسه من قبل عدد من المنتسبين لمنعهم من الاعتصام، وايضا يعني بانه اليوم البعض دا يتحدث عن تضحياته واستمراره بتقديم المساعده وايضا لمستقبل افضل. تحياتنا لكم، ونعتذر منكم ايضا يعني لضيق الوقت وما نقدر يعني من قراءه
مكالمات أو عفوا رسائلكم وأيضا تعليقاتكم، فتحياتنا لكل المتابعين أينما كانوا. عندنا اتصال من بابل. علاء مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لك ولكادر الشرقية الكرم صوت العراق الحر اللي يتابع التظاهرات بكافة تفاصيلها. نعم. وناشد الشعب العراقي وخاصة المتظاهرين أن يبقون على هذا المنوال ما يخص تغيير الحكومة وتغيير كامل رئاسة الجمهورية، ونطالب بحل مجالس المحافظة. نعم. وأيضا أعضاء البرلمان أصحاب الكتل والأحزاب. نعم. الذي تسلطوا على العراق من 2003 ولحد الآن وأنتم على مرأة ومسمع. نعم. ما يخص الأموال التي سيرت حسب المحسوبيات وحسب الوزارات اللي تابعة لهم وأجنداتهم الخارجية. نعم. وترى وناشد الشعب العراقي وخاصة أتباع. نعم. احنا ما نحب نذكر لكن كلهم لقول الإمام علي عليه السلام قالوا عجبت على من بات جائعا ولم يشهر سيفه. نعم. والمستفيدين الباقين في بيوتهم هم الذين يأخذون أموال الناس سراق الأموال. نعم. العام فقط الجائعين الفقراء. نعم. والله أقسم لك ادخل إلى المحافظة في الجنوبية والوسطى. نعم. ترى طبقات الفقيرة ولحد الآن بيوت مقامة من عام 1970. نعم. يعني حالة يرتع لها وهم يضحكون على الذقون من. نعم. هذاك اليوم إلى هذا اليوم. نناشد الشعب العراقي وإن شاء الله وإن شاء الله التغيير قادم. نعم. ولن ننسحب من التظاهرات حتى. نعم. تحياتنا لك، تحياتنا لك، نشكر مشاركتك واتصالك. قبل الختام يعني اليوم بما شاهدناه من خلال الرسالة أو الأعلام اللي رفعوها الطلاب إذا كانوا جامعات أو طلاب ثانوية، يعني مثل ما وصلنا يعني اليوم لا يعني الالتزام بالتعليمات والقوانين، الالتزام بالدستور، بالحق أيضا بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. فبالتالي اليوم نتمنى بأن يحاسب، خصوصا بأن القوات الأمن سخرتها اليوم في الشارع العراقي لخدمة المتظاهرين ولحماية أمن العاصمة وأمن المحافظات وأيضا سلامة المتظاهرين. فبالتالي يعني اليوم بمقاطع الفيديو التي نشرت عبر قليل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأحد المنتسبين أو حماية المدارس بالاعتداء على أحد الكوادر التدريسية ومنعهم من التعبير عن رأيهم، نتمنى بوضع حد لمثل هكذا حالات، وأيضا نشدد على سلمية التظاهر لمصلحة البلد وصالح العام. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.